تعديل حكومي إماراتي نحو المئوية ينقل الإمارات إلى مستقبل أكثر ذكاء وحداثة. وجوه شابة ومهمات جديدة تتجاوب مع التحضيرات لمئوية الإمارات 2117. وتعيين وزراء دولة استلموا ملفات وزارية مبتكرة مثل ابتكار أول منصب حكومي للذكاء الاصطناعي عالمياً ومنصب وزير دولة لملف العلوم المتقدمة، إلى جانب استحداث منصب وزير دولة لملف الأمن الغذائي المستقبلي. وكانت الإمارات بدأت انتهاج هذا المفهوم الحكومي منذ استحداثها على سبيل المثال سابقاً منصب وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، إلى جانب استحداث وزارات للموارد البشرية والتوطين ووزارة للتسامح. إذن تعديل حكومي يستجيب لتكنولوجيا المستقبل وعلومه ومواصلة مشروع الإمارات في الوصول للفضاء. بشاير المطيري، العربية.